اهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء يتجدد مع برنامج مؤشر النيل الذي نستعرض فيه بالارقام والتحليل مؤشرات البورصه المصريه والتي تباين اداء مؤشراتها في نهايه تداولات الخميس اخر تعاملات الاسبوع وسط عمليات بيع من المستثمرين المصريين والعرب قبلتها عمليات شراء من صناديق الاستثمار والصناديق الاجنبيه. وانخفض مؤشر البورصه الرئيسي اي جي اكس 30 بنسبه 0.11% مسجلا 8,886.84 نقطة. امتدت التراجعات أيضا إلى مؤشر إي جي إكس 20 محدد الأوزان النسبية الذي انخفض بنحو 0.14% ليسجل 9,455.29 نقطة. في المقابل زاد مؤشر إي جي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 75% ليصل إلى 494.4 نقطة. وشملت الارتفاعات مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 33% ليصل إلى 1,008.42 نقطة. نتحول إلى قائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم. قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك كان الأنشط وتصدر القائمة بنسبة 23.12%. تلاه قطاع البنوك بنسبة 17.73%. جاء قطاع العقارات ثالثا بنسبة 17.19%. بينما حل قطاع الاتصالات رابعا بنسبة 17.2%. أما بالنسبة لفئات المتعاملين من داخل السوق فقد اتجه المستثمرون المصريون نحو البيع واستحوذوا على نسبة 62.62% من إجمالي التعاملات، كما اتجه المستثمرون العرب نحو البيع أيضا واستحوذوا على نسبة 6.11%. في المقابل اتجه الأجانب نحو الشراء وحصلوا على نسبة 27.28% من التداولات. يأتي هذا فيما مال المستثمرون الأفراد نحو البيع وحصلوا على 48.32%، بينما اتجهت المؤسسات نحو الشراء واستحوذت على 51.67%. أما عن الأسهم الأكثر ارتفاعا تصدرها سهم العربية بوليفار للغاز والنسيج ويونيراب بنسبة 7.1%. تلاه سهم العامة للصوامع والتخزين بنسبة 6.9%. ثم سهم النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 5.47%. يليه سهم العربية لإصلاح الأراضي بنسبة 4.79%. أما الأسهم الأكثر انخفاضا فتصدرها سهم جلاكسو سميث كلاين بنسبة 6%، ثم سهم الدلتا للتأمين بنسبة 2.89%. تلاه سهم النصر للصناعات المحولات بنسبة 2.88%، ثم سهم أوراسكوم للفنادق والتنمية بنسبة 2.5%. هذا وقد بلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة بالبورصة 511.3 مليار جنيه، بزيادة قدرها 600 مليون جنيه تقريبا بعد التداولات محدودة بلغت 490 مليون جنيه. ومشاهدينا للمزيد من التفصيل والتحليل حول أداء البورصة اليوم وفي أسبوع أيضا، يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في الاستوديو الأستاذ محمد سعيد خبير أسواق المال. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. أهلا بك أستاذ محمد. بداية نتابع التقرير التالي مشاهدينا ثم نبدأ تحليلنا لأداء البورصة، فابقوا معنا. وسط عمليات بيع مكثفة من جانب المستثمرين الأفراد المصريين والعرب، تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الخميس نهاية تداولات الأسبوع. قابلها عمليات شراء من جانب المستثمرين الأجانب، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 566 مليون جنيه. تباين الاداء هو اللي كان بيتحكم في الجلسات الثلاث جلسات، لان طبعا كان في اعياد. المؤشر الرئيسي للبورصه النهارده عامل انخفاض قدره 9%، كان انخفاض اكتر من كده ولكن قلص من خسائره الصباحيه بسبب مؤشرات مكثفه من قبل المستثمرين الاجانب. طبعا حجم السيوله المتدني كان معتاد، احجام تداول برضو قليله. المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي جي إكس 30 تراجع بنسبة بلغت 11%،
مسجلا 8886.84 نقطة، بينما ارتفع مؤشر اي جي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة بلغت 75%، كما ارتفع مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 33%. النهاردة في آخر جلسة من جلسات الأسبوع، السمة الواضحة جدا هي حجم التداول اللي يعتبر ضعيف. احنا مستمرين في موضوع حجم التداول الضعيف اللي طبعا ده بيسبب النزول المؤشر سواء كان اي جي اكس 30 او 70، لان اي ارتفاع بيحصل لازم يكون في حجم تداول معاه يكون مناسب للارتفاع ده. النهاردة اداء السوق شوية كان في نوع من التفاوت شوية، كان الصبح السوق في المنطقة الحمراء كنا نازلين حوالي ما يقرب 0.5%. النهارده يعني بدأ في آخر التعاملات يحصل عمليات تقليص للخسارة دي، يعني احنا بنتكلم دلوقتي في حوالي السوق نزل بنسبة 8% فنسبة يعني ضئيلة جدا، ولكن لسه السوق يعني ماشي اتجاه سايد واي. الخبراء بالسوق أكدوا أن أداء الأسهم القيادية اليوم كان متباينا بشكل كبير، حيث أن العديد من هذه الأسهم حاول بشكل كبير الارتداد عن أسعار الجلسة الماضية وأغلقت على مستويات سعرية معقولة، وهو ما يعطي الإيحاء بأنه ربما تكون هناك بداية جديدة لحركة سوق منفصلة ومغايرة عن حركة البورصة المصرية. أندرو كامل، النيل. رحب بحضراتكم مجددا ونبدا تحليلا لاداء البورصه مع ضيفنا في الاستوديو الاستاذ محمد سعيد خبير اسواق المال. يعني استاذ محمد، الحمد لله البورصه النهارده تعافت وصعدت وان كان صعود طفيف، تعليق وتقييم حضرتك ايه لادائها بشكل عام؟ هو الصعود لو حضرتك بتتكلم عن المؤشرات فهو متباين، يعني مؤشر الصغير صاعد لكن المؤشر الرئيسي هابط، وده يعني ده كويس. احنا يعني كنا من فتره عكست المرات يعني ما عكست النهارده بس يعني في المرات اللي قبل كده كان بيتفوق فيها المؤشر الصغير، ما كانش بياخد فرصته الحقيقه، ما كانش بيلحق يكمل الموجه بتاعته، ونبص نلاقي السوق كله دخل في تصحيح. عاده هي دي مشكله المؤشر الصغير، ان هو بيبدا متاخر شويه. في المرات اللي قبل كده يعني مثلا قبل الأحداث السياسية في مصر كان السوق في اتجاه صاعد رئيسي، فكان المؤشر الصغير بيبدأ متأخر لكن كان بيبقى عنده الوقت، لأن السوق بشكل عام فيه قوة شرائية، فكان المؤشر الصغير والأسهم الصغيرة بشكل عام بتعمل نسب مرتفعة جدا، وكانت بتعمل أعلى بكتير من أداء الأسهم القيادية. لكن من بعد الثورة الموجات السعودية بقت قصيرة إلى حد ما، برضو السوق في السنة الأخيرة دي تحديدا أكتر بقى بيفتقر للسيولة بشدة، فالمؤشر الصغير ما بقاش بيلحق ياخد وقته، فبمجرد ما يبدأ السيولة تنتقل للأسهم الصغيرة بنبص نلاقي السوق خلص طلعته وبدأ يدخل في موجة تصحيحية. لكن لما نبص لده في وسط إطار عام، هو في فرصة تاني إن المؤشر يعوض ويلحق المؤشر الكبير الرئيسي ولا لا؟ أنا من وجهة نظري لسه في فرصة، ولسه السوق لسه طالع سواء المؤشر الرئيسي أو حتى المؤشر الصغير. ليه؟ إحنا السوق المصري عنده محفزات كتيرة جدا لسه حتى الآن لم يستفد منها، وما نقدرش اصلا نعتمد على راي فني بيقول ان السوق قلب اتجاهه واتجه للاتجاه الهبوطي. احنا ما زلنا في اتجاه صاعد، في اتجاه صاعد رئيسي. المحفزات الكتيره اللي السوق لسه ما استفادش منها واهمها وعلى راسها ولا يمكن تجاهله، هو مش كلام اعلام، هو المؤتمر، لان المؤتمر فيه يعني مشروعات حقيقيه، يعني لسه ثماره متهيألي ما انعكستش بالصوره المنتظره، واللي كان مرتقبه وهي مش مفترض انها تكون تاني يوم تقريبا يعني، ولكن اعتقد هي لسه ما ظهرتش بالصوره الكامله. عشان كده مش لازم ان يعني انا ضد الاراء اللي هي انفعلت بسبب الهبوط. هو طبعا حصل هبوط كبير جدا بصراحه، ما كانش متوقع لا مني ولا من اي حد يعني محلل تاني، واي حد بيقول ان هو كان متوقع ان الهبوط يحصل بالطريقه ديت فهو يعني بيلصم يعني، انما الكلام ده ما كانش متوقع خالص. فعشان كده بقول لحضرتك انا مش مع الناس اللي انفعلت واكتئبت ويأست بسبب هذا الهبوط القوي، ده تصحيح متوسط الاجل ضمن اتجاه رئيسي صاعد. طبيعي ان السوق بيحصل فيه تصحيحات متوسطه الاجل في خلال رحله السوق من سنه 2003 لحد 2008
8، 5 سنين صعود في وسطهم، عمل أكتر من مرة تصحيح متوسط الأجل، مرة في 2005 ومرة في 2006، وكان تصحيح مشهور جدا وكان في يوم شهير لحد دلوقتي الناس فاكراه اللي هو الثلاث الأسود، ومرة في 2007 عمل تصحيح برضو كل الناس، يعني مش كل الناس طبعا، في ناس كتير يأست بسرعة وقالت ده السوق خلاص انتهى، لكن مع على الرغم من ذلك كمل ووصل لغاية 12000 نقطة. أنا ما بقولش يعني إن المقارنات دي متشابهة مع بعضها بالسنين دي ورغم المراحل دي، يعني حركات التصحيح دي متشابهة في المصري ده، في يعني في كل حته في العالم، هو لازم السوق لما يبقى له اتجاه رئيسي صاعد لازم في النص يصحح تصحيحات متوسطه الاجل، وفي وسط التصحيحات متوسطه الاجل يعمل طلعات قصيره الاجل صعوديه، هي كده، هي الموجات كده. عشان يبقى المستثمر الفرد بس واخد باله وفاهم ايه اللي بيجرى في الفتره دي، مش هي حكايه انها نزول لا صعود، ده تصحيح زي حصل سابق قبل كده بالظبط كده. في الاربع ساعات ونص بتوع الجلسه السوق نفسه خلال الاربع ساعات ونص دول تلاقي تبص تلاقي فيه يعني طفره كده و موجة شراء وبعدين يهدي وبعدين يعني هو السوق بيتحرك بشكل موجات. عايز اقول لحضرتك بقى بعيدا بقى عن وجهة النظر اللي انا بحاول ابسط فكرة الاتجاه الرئيسي والتصحيح والتصحيح اللي جوه التصحيح، انا عايز ابسطها بحيث ان المستثمر بس يبقى فاهم ان ده سلوك طبيعي. لما تيجي حضرتك تعد المحفزات الايجابية اللي السوق المصري لسه ما استفادش منها ولازم يستفيد منها، انت حضرتك عندك التصنيف الائتماني ارتفع مرتين ورا بعض، وما كل ده كنت هدرجه هنناقشه طبعا في الحلقه تكمل حضرتك وهناخده بالتفاصيل نقطه نقطه. اتفضل. حضرتك عندك لسه صندوق النقد لسه من كام يوم بيتكلم عن معدلات النمو، واحنا اصلا الناس عندنا اتكلمت عن معدلات النمو دي، الموضوع ملوش علاقه بالاراء السياسيه، احنا بنتكلم عن معطيات اقتصاديه السوق لسه ما استفادش منها ايجابيا. اللي حصل ان السوق يعني طبعا بنتكلم عن المؤشر الرئيسي، بلاش نتكلم عن كلمة السوق لأن الناس برضو يعني طبقا للسهم اللي هو فيه بياخد الكلام، يعني المؤشر الرئيسي في السوق استمر صعودا من منطقة 4500 نقطة لغاية منطقة 10000 نقطة، صحح كذا مرة في وسطها صحيح، لكن طبيعي ان هو احنا لسه لغاية دلوقتي واحنا تحت مستوى 9000 نقطة، احنا بالقرب من القمة مش بالقرب يعني التصحيح برضو ما زلنا يعني احنا لسه في اتجاه صاعد يعني. حصلت مجموعة من الأحداث من المنطقي برضو أن السوق يتجاوب معها، وأعتقد برضو أن السوق مال ناحية التعامل مع المعطيات السلبية أكتر بسبب ضغوط مضاربية. إيه هي الأحداث السلبية دي؟ طبعا عمليات عسكرية في شبه الجزيرة العربية ومصر مشارك رئيسي فيها، عندنا برضو عمليات إرهابية متكررة، يعني كلما بدأنا نطمئن بنلاقي غدر برضو وخسة في مناطق تانية، عندنا برضو البترول حصل فيه هبوطه بعد كده بدأ يصعد تاني، يعني بدأ يصعد حضرتك من يعني ثلاثة أسابيع من ثلاثة أسابيع كان السوق كان البترول نازل. بيعمل قاع جديد أدنى سعر في 6 سنوات، هو صحيح النهاردة يعني 60 دولار يعني النهاردة أعلى سعر ليه في 2015، بس أنت فين؟ أنت حضرتك كنت أنت نازل من فوق 100. الضغط ده على أسواق الدول العربية، وإحنا مصر مرتبطة اقتصاديا بيتهيألي يعني واضح خلال الفترة الأخيرة على الأقل بالدول الصديقة. طب ده بالمناسبة يخليني أسأل حضرتك معلش المقاطعة، أنت بتقول ده بيأثر على إن الدول العربية، بالفعل بورصات الخليج النهاردة ارتفعت بمجرد وصول ارتفاع سعر البترول النهاردة، ليه ما انعكسش عندنا برضو؟ يعني هي ارتفعت بارتفاع ملحوظ، ليه ما حصلش عندنا مماثل؟ يعني وصلت بورصات دبي 3% تقريبا حضرتك. ما أنت حضرتك قلت بقى مش لازم في تاني يوم، يعني مش لازم تاني يوم، ده بيحصل. هو النهاردة هو ارتفعت هناك، السعر ارتفع امبارح في البترول، فكان الارتفاع النهارده في بورصات الخليج، ليه ما حصلش زي النهارده كان ارتفاع طبيعي؟ لما حصل برضو الهبوط في اسعار البترول في الدول الخليجيه هم هبطوا قبلنا، لان هم المتاثر المباشر باسعار البترول، احنا صحيح. متاثرين نتيجه علاقتنا بيهم، واحنا مصر دوله مصدره للبترول، عشان بس ما حدش يقول ان تكلفه الدعم ومصر هتستفيد من انخفاض البترول، لا مصر مصدره للبترول، صحيح مصدره بنسب قليله مش زي الدول الخليجيه، لكن مصر برضو بتصدر بترول وبتستفيد من سعر البترول.
ما بقول لحضرتك علاقتنا المباشره بهذه الدول بتخلينا برضو اقتصادنا بيتاثر بيهم يعني، لكن ما زالت المحفزات الايجابيه اكثر بكتير من المحفزات السلبيه. ما زالت اسواق الاسهم في العالم كله بتحقق مستويات قياسيه. اوروبا اللي عندها مشاكل في معدلات نمو جميع الدول الاوروبيه بما فيها المانيا اللي هي الاقتصاد الاول في منطقه اليورو، بتحقق في امبارح اعلى مستوى في 16 سنه لمستويات مؤشرات الاسهم فيها. في الولايات المتحده الامريكيه عند اعلى مستوى، داو جونز اعلى مستوى في تاريخه. فما ينفعش ان احنا يبقى نظرتنا العامه، مش بتكلم على النظره قصيره الاجل او محدوده الفتره، الاتجاه قصير الاجل في السوق المصري متاثر بمجموعه من العوامل السلبيه وضغوط مضاربيه. طيب لما نرجع لنفس الكلام، احنا الحمد لله النهارده وان كان ارتفاع طفيف لمؤشر الاسهم الصغيره المتوسطه، الا ان هل ده يدي امل بان احنا هنستمر مؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه في الارتفاع؟ يعني ما اقدرش احكم على المدى القصير، لكن انا يعني حاجه معينه تاثر يعني التصنيف الائتماني اللي ارتفع، الايجابيات كلها، بدايات الاعلان عن انتهاء الحفر الجاف في قناه السويس، الثمار زي ما حضرتك قلت من شويه، المحفزات، مشروع الاقتصادي، ارتفاع اسعار البترول، كل هذه المحفزات هل قد تؤتي ثمارها على المؤشر؟ ده اللي انا بقوله ان احنا على الاتجاه الرئيسي لازم احنا طالعين تاني حتى الان، يعني طبقا للمعطيات اللي موجوده. الوضع السياسي المصري بيتحسن، مصر من بعد 3/7/2013 وضعها السياسي غير النهارده تماما. علاقاتها الخارجيه في مختلف المناطق مختلفه تماما، والمؤتمر وكل والتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني ده حاجه بتطنش، دي حاجه مهمه جدا والاجانب شايفينها بشكل حقيقي، ما هياش فبركه اخبار. لا ما بيجاملوش فيها، دي ما فيهاش مجاملات يعني. دي مش فبركه اخبار، دي مؤسسات تصنيف ائتماني حقيقيه. ده على المدى الرئيسي، على الاتجاه الرئيسي احنا ان شاء الله اكيد يعني متجهين صعودا مره ثانيه، لكن على المدى القصير دي عمليه لا يمكن الحكم عليها. ما اقدرش أتدركها. انا من وجهه نظري الافضل للمستثمر هو المدى المتوسط. طب هندرس جانب ثاني وهنشوف على التاثير السلبي. يعني الفتره اللي فاتت تفسيرات كثيره وتحليلات ارجعت عمليه الهبوط والتراجع للبورصه بسبب مساله الارباح على الضريبه على الارباح. هل هذا التاثير اصبح بينعدم شيء فشيء، ولا شايفه ازاي حضرتك؟ يعني اولا احنا موضوع الضريبه طبعا ذو تاثير سلبي يعني قوي جدا على البورصه وبشقايها، يعني سواء الضريبه على الارباح الراسماليه او الضريبه على التوزيعات. وانا يعني شبه موقن يعني ان الضريبه على التوزيعات هيحكم بعدم دستوريتها وتتلغي، وانا كنت اتمنى يعني نسيبها للقضاء. بس انا يعني عندي يقين يعني كمستثمر في البورصه، انا عندي يقين لكده وعندنا تجارب. عشان نكون يعني عادلين في الرؤيه، في فريق احنا في طرف وفي طرف. في طرف شايف ان هذه الضرائب بتشكل عبء على البورصه وبتسبب في تراجعها، وطرف ثاني شايف كده، فنسيب الموضوع. دي الضريبه على الارباح الراسماليه تمام، لكن التوزيعات لكن عايزين نشوف هل هي هيكون لها تاثير على الفترة اللي جاية برضو ولا تأثيرها بينعدم. لازم التأثير بينعدم. كل خبر كده لو حضرتك يعني هي الكتب بتقول كده ان الخبر بيكون اعلى وقت في تأثيره في وقت اعلان الخبر او في وقت التيقن منه، لان الخبر بيبدأ يأثر من قبل ظهوره، يعني مع بدء ظهور مؤشرات ليه مع التسريبات، فيبدا الخبر ياثر من قبل ظهوره، فمع ظهوره بيبدا الخبر ياثر تاثير كبير ويبدا يتلاشى التاثير مع الوقت. لكن احنا التاثير الاكبر يعني اللي احنا شايفينه في البورصه من موضوع الضرايب هو انخفاض السيوله اللي ظهر بشكل واضح. احنا على مدار سنه كامله انخفضنا من متوسط تداولات حوالي مليار جنيه لمتوسط تداولات بنتكلم عن 400 مليون جنيه في الجلسه. طب دلوقتي احنا عندنا في الاستثمار الدكتور حسن فهمي أكد ان في حوالي 1076 شركه دول حطوا راس مال مصدر حوالي مليار ونص. شايف حضرتك ده هينعكس ازاي واثر ازاي على السوق يعني بشكل او باخر؟ يعني والله بعد المؤتمر الاقتصادي تحديدا يعني والله دي شركات بيتم انشائها، دي اولا تاثيرها على مناخ الاستثمار بشكل عام دي حاجه ايجابيه وبتدل على ان الناس متفائله لمستقبل الاستثمار في مصر. طبعا في قانون الاستثمار الموحد، صحيح احنا كنا محتاجين محفزات اكتر من كده. خد بال حضرتك ان برضو ان الضرايب من الحاجات اللي هي يعني بتقلل من الشهيه للاستثمار. العدد ده من الشركات براس المال اللي حضرتك بتتكلم عنه ده ما يضخش في البورصه، يعني ما يزودش التداول، ما يضخش فلوس اموال. الفيصل في القيد، ما هي الناس دي مش بتعيد يعني في البورصه، مش متوقع. ما فيش مثلا كنتوا حضرتكوا كمحللين مش شايفين ان ممكن عدد من هذه الشركات تقوم بتأييد نفسها في البورصه وده يعمل
طفرة مش من دول مفاجأة ولا متوقعة؟ ما هو مش من دول، لأن الشركة لازم تقعد فترة قبل ما يتم القيد، ولازم يبقى ليه في شروط للقيد. يعني الفيصل في عملية القيد نفسها مش عملية إنشاء الشركات، لكن عملية إنشاء الشركات هي يعني عملية طبعا واضح جدا إن هي بتعكس يعني اتجاه للاستثمار في مصر، خاصة لو الاستثمارات ديت استثمارات أجانب. وأنا في الحقيقة يعني برضو يعني فيما يخص الدكتور حسن فهمي وهيئة الاستثمار، يعني احنا نفسنا ان المستثمر الاجنبي تتسهل اجراءاته اكتر شوية، لان موضوع الاستعلام الامني طبعا احنا طبعا في وقت من الامن فيه اساسي، لكن برضو ده بيصعب ربما ده مع الوقت يا استاذ محمد. بس قبل ما احنا فضلنا حوالي دقيقة او دقيقتين قبل ما اسأل على سؤال التقييم، في سؤال مهم جدا، يعني اكد رئيس مصلحة الضرائب ان مسألة فرض ضرائب على عوائد البنوك او على الودائع ده شيء منفي تماما شكلا وموضوعا. شايف حضرتك بقى بالنسبة للمشاهد، هل عملية استثمار في البنك ولا في البورصة؟ البورصة أحسن طبعا أسرع. ليه؟ أولا البورصة يعني العائد على الاستثمار في البورصة إذا طبعا إذا كان استثمار مدروس، يعني طبعا مش الاستثمار اللي هو العشوائي اللي بيتاخد بتوصية من على الفيسبوك أو بتوصية من واحد صاحبي. لو الاستثمار مدروس طبعا العائد على الاستثمار في البورصة أفضل بكتير من العائد على البنك. زائد كمان انه في ناس كتير راحت فلوسها في البورصه يا استاذ محمد. ما هو ده انا قلت لحضرتك شرط ان الاستثمار طيب. المدروس في البورصه افضل بكتير. وانا الاسبوع الجاي ازاي في التلغراف في ثواني الاسبوع الجاي ان شاء الله اسبوع ايجابي في البورصه المصريه. استاذ محمد سعيد خبير اسواق المال، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، ودايما انا بستمد التفاؤل من حضرتك، وان شاء الله ما نرجعش حاله الهبوط تاني بعد كده باذن الله. ان شاء الله. شكرا لحضرتك جزيلا. مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامجكم مؤشر النيل، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله، ونشكركم على حسن المتابعة.